اهلا بيكم من جديد وفقره سهم وكوس. عايزين نقول كده للناس ان خلاص في البريمير ليج اشتعل السباق ما بين ليفربول وبين مانشستر سيتي. الموضوع بقى صعب بينهم جدا، خلاص مانشستر سيتي اتعادل في اخر مباراه. هيبقى في كلام كتير جدا كمان عن الشامبيونز ليج، وفي مفاجآت بتحصل طبعا. امبارح شفناها باقصاء المانشستر يونايتد على ارضهم، ممكن تكون المفاجاه على ارضهم، ممكن يكونوا ما بيمروش بافضل مستوى فني، لكن انهم يخسروا على ارضهم ويطلعوا على ايد طبعا اتلتيكو مدريد، فدي كانت مفاجاه. في حاجه تانية كمان في هولندا، لما شفنا اياكس امستردام بيخسر في مباراه كبيره جدا شفناها امبارح، وبنفيكا عمل مباراه قويه جدا 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 في هولندا، اللي كان بالمناسبه الملعب كله متأهب للاحتفال بعد المباراة، لكن شفنا نتيجة مغايرة جدا لكل الهولنديين وأنصار فريق أياكس أمستردام. للحديث أكثر بقى عن كل الموضوعات دي بشأن العالمي، معانا المحلل الرياضي المتخصص طبعا في الكرة العالمية الأستاذ عمرو عزت. يا عمرو منورنا ومشرفنا. اهلا بك يا ابو حميد، واهلا بكل الساده المشاهدين. مبسوط اني معاك على قناه الزمالك. ربنا يخليك، مشرفنا ومنورنا. عايز اخش معاك كده في حته المفاجاه اللي حصلت امبارح. يمكن مانشستر يونايتد ما بيمرش بافضل حالاته طبعا، بصرف النظر عن الهاتريك اللي عمله كريستيانو رونالدو محليا، لكن قاريا او في تشامبيونز ليج مش بيقدم احسن المستويات. شفنا طبعا اتلتيكو مدريد عامل حصار دفاعي صلب جدا جدا. شفت ازاي المباراتين دول؟ مباراه مانشستر يونايتد مع مين؟ مع اتلتيكو مدريد، وبنفيكا مع اياكس امستردام. هو احنا لو هنقول مفاجاه فهي مفاجاه، يعني مانشستر يونايتد اسم او تاريخ، لكن على في ارض الملعب يعني ما كانتش مفاجاه في الماتشين بصراحه. يعني مانشستر يونايتد ما لعبش 180 دقيقه، يعتبر مثلا ما لوش هجمات خطيره في ال 180 دقيقه، مش بنتكلم في ماتش امبارح بس. يعني اتلتيكو مدريد كان افضل في الماتشين وكان يستحق التاهل بصراحه. بس في الماتش بتاع امبارح مانشستر يونايتد استحوذ على الكوره بشكل كبير جدا. ما هو انت بس لو اتلتيكو مدريد سجل جون في الاول خلاص كل سنه وانت طيب، ما فيش في مدربين كده، سيميوني واحد منهم. لو هو اللي سجل الاول خلاص الماتش هيتقفل قفله، مش هتعرف لو قعدت تلعب لحد بعد بكره مش هتسجل اي. فده اللي حصل فعلا امبارح، وكان رانجينيك اتكلم في المؤتمر الصحفي قبل الماتش على النقطه دي. كان بيقول اللي هو يعني نتمنى احنا اللي نسجل الاول، لان لو دخل فينا جون هو عارف، يعني كل العالم عارف ان لو اتلتيكو جاب الاول فهو اللي هيوصل، وده اللي حصل فعلا. فهي كمفاجاه الصراحه انا ما شفتهاش مفاجاه بالنظر للاداء، يعني المستوى والاداء لا اتلتيكو كان يستحق. جمهور مانشستر كان حزين جدا امبارح في المباراه، تحس انه خاب ظنهم وأملهم في الفريق بالعناصر اللي موجودة. أسامي ممكن تكون كبيرة وكل اسم قوي في مركزه، لكن كمجموعة الموضوع مش أحسن حاجة. ما هي جمهور مانشستر يعني المفروض جات له القرعة، يعني مش هنقول متوسطة، يعني ما جالوش حد برضو من الكبار قوي، فكان ممكن ليه فرصه ان هو يعدي. اتلتيكو مش في احسن احواله السنه دي، يعني مش بيقدم اللي هو اتلتيكو من سنتين، حتى لما خد من السنه اللي فاتت لما خد الدوري مش هو نفس الاداء، فكانت فرصه لمانشستر ان هو يقدر يصعد. لكن بالاداء المخيب ده يعني الجمهور لازم يكون حزين. يعني ممكن احكي لك حتى حاجه، يعني انا احكي على طول. يعني استاذنش احكي. ابني زيزو عنده 3 سنين قاعد امبارح وهو يحب رونالدو وجايب التيشيرت وقاعد مستني، وهو يعني الانجليزي ولا فقعد، وبعد الماتش عياط عياط وعايز ان كريستيانو يكمل. طب انا اعمل ايه؟ طيب خلاص سيبني انا ماليش دعوه. كريستيانو محتاج يعني عمل اللي بيعمل اللي عليه في ظل ان هو ده مستواه بالنسبه لسنه. لكن شايف مين الانسب انه يمسك مانشستر يونايتد؟ يعني رانجينيك خلاص احنا كده تقريبا هو خلاص بنهايه الموسم ده هينتهي التعاقد معاه، لكن شايف مين الانسب في الفتره دي لقياده مانشستر يونايتد فنيا؟ هو قبل ما احنا نفكر في اسماء مدرب، يعني كاداره لازم تحط خطه واضحه، يعني هتجيب مدرب يعمل ايه؟ يعني ولازم تصبر عليه، مش هينفع انت غيرت مدربين كتير جدا يعني، وغير المدرب كمان انت ناقصك في مراكز كتير قوي. يعني لعيبه مانشستر يونايتد بيصرف فلوس كتير جدا، يعني الناس تتكلم على مانشستر سيتي مثلا انه بيدفع مليارات في اللعيبه بس بيحقق بطولات، فمانشستر يونايتد ما بيقلش عن القصه دي، يعني مش قلل كتير عن مانشستر سيتي في دفع الفلوس، لكن بتجيب مين؟
يا مانشستر سيتي عارف هو بيجيب مين، عارف هيحط ده هنا هيجيب له كذا، لكن مانشستر يونايتد بيعمل صفقات يعني الصراحه على الفاضي يعني مش هي. فانت لازم كاداره تحط خطه للمدرب اللي هيجي وتصبر عليه، يعني تصبر عليه مثلا زي ليفربول ما صبر على كلوب، يعني جاب كلوب وابتدى كلوب بيبني الفريق ويجيب لعيبه لحد ما شفنا ليفربول دلوقتي. بس ده كان حسب الخطه اللي انت بتقول عليها، انت بتتكلم عن هل خطه ليفربول ان هم يجيبوا مدرب يبني ويستمر دي الخطه، لكن يورجن كلوب كان جاي من بروسيا دورتموند مدرب كبير هو اسم كبير. هل مانشستر بيصرف على اللعيبه وصفقات اللعيبه ما بيصرفش في حته المدرب دي؟ يعني كان اخر بطوله خدها الدوري الاوروبي مثلا مع مورينيو. ما انت بتجيب كاسماء بعد كده ما فيش اسم قوي، كنت جايب فان جال قبل مورينيو. فانت كاسماء انت يعني مانشستر يونايتد يقدر يجيب اي مدرب، لكن انت تصبر على المدرب، المدرب يعني تجيبه وتسيبه يشتغل. فهو ابرز المرشحين مثلا اللي على الساحه ممكن يكون بوكيتينو، ده يعني بتاع باريس سان جيرمان، هو يعني ليه خبره في الدوري الانجليزي، بس انا توقعي ان هو برده مش المدرب، مش رجل المرحله، يعني مش هو اللي هيقدر يجيب لك يرجعك البطولات. انت عايز مدرب يبتدي من تحت، يعني ممكن انا شايف ممكن ايريك تين هاج بتاع اياكس، خصوصا كمان اياكس اهو خرج، فممكن هو ده اللي يجي ويبني وتسيبه يشتغل، يعني بتاع 4 5 سنين تسيبه، بس تكون مقتنع تماما ان هو ده اللي هيقومك عليك. هي بتيجي حلوه كده. حلوه قوي في موضوع اللعيبه الناشئين واللعيبه الصغيره في السن، هو كمان ككوره بيقدم كوره ممتعه جدا. يعني الصراحه امبارح انا المفاجاه الاكبر بالنسبه لي كان هي خروج اياكس من بنفيكا. انت بعد اداء دور المجموعات كان مستوى هايل جدا، وبعدين جات لهم القرعه كمان بنفيكا، فكانت فرصه اكبر ان هو يصعد يوصلوا دور الثمانيه، بس هي دي كانت المفاجاه اكتر من مانشستر يونايتد. يعني شايف الفتره اللي جايه، يعني شفت كمان ماتش اياكس ازاي؟ يعني الماتش برضو اياكس وبنفيكا كان اللقاء هناك انتهى 2-2. في الماتش بتاع امبارح شفنا هدف برضو احرزه بنفيكا ومات عليه، مع ان اياكس عمل هجمات كتير جدا 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 لاخر دقيقه، حتى كوره كده عرضيه بس كانت اوفسايد وحتى المهاجم ضيعها. يعني صح، هو كان اياكس هو المرشح الاكبر، خصوصا كمان بعد نتيجه الذهاب، فكان كله متوقع ان هو اياكس خلاص هو اللي هيوصل دور الثمانيه، بس هو ده دوري الابطال، يعني دي المفاجات اللي دايما بتحصل. فدلوقتي بنفيكا هيبقى مثلا زي ما تقول ايه اللي هو بونبونات دور الثمانيه، يعني كله بقى مستني دلوقتي عكس اياكس، يعني اياكس كان هيبقى تقيل على اي فريق ممكن يلعب عليه في دور الثمانيه. شايف اليوفي مع فياريال والماتشات اللي فاضله لسه في دور ال 16، شايف المواجهه دي ازاي؟ يعني المواجهه طبعا انتهت ماتش الذهاب 1-1. الاوقع يوفنتوس طبعا، يعني بحكم التاريخ واليجري بيعرف يلعب الماتشات دي كويس جدا، يعني برضو زي من نوعيه سيميوني في قصه اللي هو لو هو اللي تقدم ما شكرا خلاص ما فيهاش. لو جبت مين يلعب صعب قوي ان انت ترجع عليه. عنده خبره كبيره في دوري ابطال اوروبا، بيعرف المرحله الاقصائيه دي بيعرف يلعبها كويس جدا، فطبعا يعني على الورق والتاريخ يقول يوفنتوس يعني. بس فياريال على الجانب الثاني يعني مش فريق جماعي، فريق جماعي بشكل قوي طبعا ده. يعني وبطل دوري اوروبي، فمش حد قليل يعني. هنتكلم على الورق، المفاجات ممكن تحصل، ممكن يخرج يوفنتوس من ايطاليا، يعني ما بقتش موضوع اللي هو على ارضي وارضك، ما بقتش زي زمان خلاص، يعني عادي بنشوف ناس بتخرج على ارضها عادي جدا في اخر كام سنه. يعني ممكن ماتش مانشستر يونايتد امبارح حتى لو رجعنا الماتش ده تاني كان محتاج لعيب زي ميسي كده يفك التكتل الدفاعي القوي الصلب لسيميوني امبارح لاتلتيكو مدريد ويكون في حالته، يعني يكون ميسي الصراحة بس كان في حالته. كان بيعملها يعني مع في ماتشات برشلونه واتلتيكو مدريد، ممكن مثلا اتلتيكو مدريد تلاقيه هاجم قوي جدا وصلب ويجيب جدا ويسجل، ما كانش فعلا بيخلصها لميسي، يعني كان ياخد كرة كده من نص الملعب يجري وان تو مش عارف ايه جون خلاص. فده فعلا، بس ده خلاص ميسي، انت يعني مش هتلاقي ميسي في اي حته يعني. ده حقيقي. في مواجهة تانية الناس بتقول عليها سهلة بين تشيلسي وليل الفرنسي. تشيلسي كسب في الماتش الأولاني في لندن 2-0، الماتش التاني شايفه إزاي في فرنسا؟ هو الماتش نفسه كماتش مش صعب على تشيلسي، يعني كتشيلسي وليل لما تتكلم تقول خلاص تشيلسي مرشح وكسبان 2-0 الماتش الأولاني، فأكيد هو اللي هيتأهل. لكن الظروف بقى الحالية، الظروف الحالية مالك النادي هي دي اللي ممكن تصعب الماتش، يعني اللعيبة أكيد بتفكر في مليون فكرة دلوقتي، هيروحوا فين، هيجوا منين، يعني المستقبل هيبقى عامل إزاي، هيكملوا هيمشوا،
فيعني الواحد وهو بيفكر. توخل قال كلمه في الموضوع ده، قال احنا بنمتلك حافله الفريق والتيشيرتات اللي بنلعب بيها الماتش، انا كده مبسوط وهكمل في البطولات. وقال بعد كده اللي هو يعني اللي اعرفه ان في طياره، لو مفيش طياره هنروح بالقطر، مفيش قطر هنروح باوتوبيس. يعني الراجل ما عندوش، قال لك هسوق انا العربيه. العقليه الالمانيه بصراحه بتضغط في اي مجال. يعني هي دي النقطه، يعني الصراحه يعني لولا وجود توخيل في تشيلسي كانت ممكن الدنيا تفلت من الفريق دلوقتي. فتوخيل وجوده مع تشيلسي هو اللي مدي جمهور تشيلسي امل بصراحه، يعني لان هو الراجل زي ما انت بتقول العقليه الالمانيه، هو مش فارق معاه الكلام ده، هو مركز في شغله جدا. لكن يعني كلام حماسي برضو وكل حاجه، لكن في اخر الموسم يعني لو الوضع مستمر على كده اكيد هو الراجل ممكن يشوف يعني اكل عيشه في حته ثانيه، ان هو داردو ده يعني ده اكل عيشه في الاول وفي الاخر. فمش لو الدنيا هتفضل كده، لا هو طبعا يعني معظم فرق العالم تتمناه. يعني الراجل الصراحه يعني عمل من تشيلسي حول، يعني مين كان يتوقع ان تشيلسي ياخد دوري ابطال السنه اللي فاتت في ظل اللي هو كان فيه؟ فهو كمدرب عظيم بصراحه. وفي لعيب برضه بمناسبه الكلام عن اللعيبه المسؤوله اللي عندها مسؤوليه تجاه النادي اللي بيلعبوا فيه، كيا هافرد لاعب الفريق قال ان هو ممكن يدفع المرتب بتاعه او الراتب بتاعه في ظل الأزمة دي لو النادي مش هيقدر يدفعه. ما انا بقول لك يعني تصريحات حماسيه يعني ايه، بتحمس الجمهور، يعني بتوريهم ان هو اللعيبه مش فارق معاه. فهو البطوله دي يعني تشيلسي يعني هو خلاص الدوري ما يعتبر تشيلسي ملوش امل، فهو تشيلسي بيحارب على البطوله دي للسنه الثانيه على التوالي. فلو خدها هيبقى انجاز كبير في ظل طبعا الظروف المحيطه دي. فوجود توخيل مع المجموعه دي، وتوخيل كمان على 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 الاخص هو اللي ممكن يصنع حاجه مع تشيلسي، لان هو بيعرف يلعب برده الماتشات دي كويس جدا. يعني سواء مع يعني هو الراجل وصل نهائي مع باريس 2020، خد البطوله مع تشيلسي 2021 ومكمل في 2022، اعتقد ممكن يوصل بعيد. يعني شايف الفرق ازاي اللي وصلوا لحد دلوقتي؟ مثلا نتكلم عن ريال مدريد، مانشستر سيتي، ليفربول، بايرن ميونخ، واتلتيكو مدريد، وبنفيكا. شايف الفرق دي هل هي قادره ان هي تكمل؟ ومين الفرق فيهم؟ طبعا في اسامي معروف ان هي هتكمل، لكن شايف ازاي الفرق دي لحد دلوقتي بادائها؟ هو يعني انت لو هنبص اللي هو الاسبوع اللي فات، اللي هو الماتشات بتاعت الاسبوع اللي فات، هم الاربعه دول اللي هم الاتقل على الورق، اذا كان ليفربول، مانشستر سيتي، ريال مدريد، بايرن ميونخ. يعني هو دول الاربعه صعدوا، الاربعه التانيين هو اللي ممكن اقل شويه في اللي هيخرجوا يعني مش هنقول مش عايزين نقول برضه يخرجوا، بس هو انت لما تبص الاسماء يعني اتلتيكو مدريد، بنفيكا، ومثلا تشيلسي ويوفنتوس لو على الورق يعني. بس هو الاربعه التانيين طبعا هم المرشحين الاكتر، وحسب بقى القرعه هتيجي ايه. يعني ممكن القرعه تخبطهم هم الاربعه في بعض فاتنين منهم يخرجوا، فلسه القرعه هي اللي هتوضح. لكن يعتبر مفيش مفاجات كبيره، ان لم يكن مثلا لو هنبص في الماتشات هو كان ماتش باريس، لكن الريال التاريخ والخبره هي اللي خلصت الماتش. لكن يعني في الماتشين نفسهم كان باريس الاقرب بنسبه كبيره ان هو يوصل، وكان كله متوقع كده، خصوصا بعد التقدم كمان في البرنابيو. لكن اخر ربع ساعه ثلاثة جوان. طب اقول لك على ماتش تاني من الماتشات دي كان نفس الموضوع بالنسبه زي باريس سان جيرمان وريال مدريد، كان باريس الافضل والريال هو اللي صعد، كان ليفربول والانتر. كان الماتشين، الماتش هناك كان الانتر ماسك طوال المباراه، كان بيلعب بقوه كبيره جدا، كان في بعض اوقات المباراه كان وان سايد جيم بالنسبه لانتر ميلان. لكن الخبره بتاعه صلاح طبعا ولاعبي ليفربول قدروا ان هم يحرزوا هدفين من هجمتين كده، ثلاثه الاولاني احرزوا هدفين الماتش الاولاني. الماتش الثاني حتى في انجلترا قدر انتر ميلان يكسب وليفربول طبعا النتيجه الاولانيه هي اللي ساعدته ان هو يصعد. فشفت ده زي هل ليفربول متاثر او بيلعب باداء مغاير في دوري الابطال؟ لا يعني انا مش عايز اقول كده، بس هو يعني كلوب مثلا كان ليه تصريح بعد الماتش الثاني كان بيقول كلمه مهمه جدا، قال لك يعني اللي هو ان انت تخسر في ماتشات زي كده هو افضل شيء عشان تتعلم منها. يعني انه يخسر ماتش بس ما ياثرش عليه، يعني كده كده هيوصل دور الثمانيه خلاص، فده ما ياثرش عليه. فهنا يعني تبين لك اللي هو كلوب بيفكر ازاي.
هو خسر الماتش ده واتعلم منه، ويعتبر الماتش الاولاني كان خلصان 2-0 في ايطاليا، فده ممكن يعني يكون ايه مدي اللعيبه يعني اريحيه شويه في اللعب. لكن في الماتش نفسه انتر كان اخطر كتير جدا في الماتشين، لكن زي ما انت قلت الخبره هي اللي بتخلص كل حاجه يعني في الماتشات بتاعت اوروبا بالذات يعني. شايف نخرج كده بره اطار دوري الابطال، وعايز اكلمك او تقول لي كده رايك في موضوع الصفقات الكبيره اللي عمالين يتكلموا فيها اليومين دول واللي شغل الراي العام الرياضي العالمي. لو اتكلمنا مثلا عن صفقه هالاند وطبعا انتقاله لمانشستر سيتي، وصفقه امبابي وذهابه الى ريال مدريد، وطبعا في تقرير بتقول ان هو مضى من يوم 30 يناير لريال مدريد. شايف الصفقات دي مصيرها يبقى ايه، ومدى استفاده الفرق دي من الصفقتين دول؟ هو يعني مبابي وهالاند هما اللي جايين يعني، يعني المفروض هنشوف زي صراع ميسي وكريستيانو، بس طبعا مع الفارق يعني. ما انا اسف، عايز ازود عليهم ان شاء الله محمد صلاح يفضل مكمل وهم اللي يحاولوا يوصلوا ارقامهم. محمد صلاح كمان يعني احنا بنتكلم في حته محمد صلاح دلوقتي، يعني انا بالنسبه لي هو افضل لاعب في العالم حاليا يعني. انا بتكلم التانيين مثلا اصغر شويه في السن، فبنتكلم اللي هو مثلا ال 10 15 سنه الجايين المفروض ان هم دول اللي طالعين، يبقى ميسي وكريستيانو، بس برضه مع الفارق، لان مش هنشوف اتنين بنفس الجوده دي طبعا. يعني بالنسبه لي انا يعني. فلو هالاند كلام دلوقتي الاكتر ان هو مانشستر سيتي، لكن الريال برضه داخل في الموضوع بقوه يعني. خلاص هو تقريبا امبابي 90% الريال يعني، خلاص زي ما انت بتقول التقارير قالت انه مضى بتاع، لكن حتى لو ما مضاش هو هيمضي في الصيف غالبا، لان هو لو عايز يجدد مع باريس كان جدد خلاص كل المحاولات وعرضوا عليه كل حاجه، بس مفيش حاجه جايه. كمان خروج من دور ال 16 قدام الريال، هو شاف بنفسه كمان الريال وشايف الملعب، كان ليه فيديو لما نزل البرنابيو وبيتفرج على الجماهير، فكل دي حاجات بتوريك ان هو يعني بنسبه 90% او اكتر هو رايح الريال. لو الريال كمان عرف يخطف هالاند يبقى خلاص كده سيطرة بقى على الكرة الأوروبية لفترة طويلة يعني، لو عرف يخطف الاتنين مع بعض، لو قدر يخطفهم من مانشستر سيتي. حاجة مهمة تاني عايزك تكلمني فيها كده وتقول لي رأيك في موضوع محمد صلاح. محمد صلاح طبعا في قصة التفاوض مع ليفربول، ناس بتقول ان الرقم اللي هو عايزه صلاح او وكيله رامي عباس بيعرضه على مسؤولي ليفربول في التفاوض 500,000 استرليني. الرقم ده هل هو كتير على صلاح في ظل ان لعيبه زي كيفن دي بروين ولوكاكو وديخيا بياخدوا الراتب ده؟ محمد صلاح هو الاكثر تاثيرا مع فريقه اكتر من الناس دي وبيحقق ارقام اكتر، هل من الواقعي ان هو ياخد ارقام اقل من اللعيبه دي؟ بص احنا خلينا نقسم الموضوع نصين، لو نتكلم في الفلوس يستحق او ما يستحقش، لا يستحق اللي يطلبه يعني. صلاح عامل حاجات خرافيه الصراحه في الكام موسم اللي فاتوا مع ليفربول، لكن النص الثاني هو انت في نادي ايه؟ في نادي ليفربول، هو معروف ان نادي ليفربول مش من الانديه اللي بتدفع فلوس، وانت رايح ليفربول وعارف ومتاكد من ده يعني. انت بتتكلم مثلا اعلى حاجه في ليفربول تقريبا 200,000 استرليني اسبوعيا يعني. فهو خلاص هو حاطط حد اقصى للرواتب، هو مش بيعلى عن كده، هو مش مانشستر يونايتد، مش مانشستر سيتي، مش تشيلسي يعني. تدفع في الرواتب هتلاقي مثلا لعيبه قاعده على الدكه طول الموسم مثلا بتاخد اكتر من صلاح في مانشستر يونايتد، في تشيلسي نفس القصه، لكن ليفربول معروف انه مش بيدفع. لكن لو تسالني انا عن رايي ايه في الموضوع، انا شايف ان صلاح يعني ياخد اكبر استفاده ماديه من ليفربول ويكمل، لان انت هتروح فين يعني؟ ما تبص لكل عشان ما يبداش من الصفر في مكان تاني، بس هتبص كمان على فكره. ده رايي، خلي بالك راي ناس كتير جدا. مين الاقرب للدوري الانجليزي، ليفربول ولا مانشستر سيتي؟ خصوصا ان بقى فارق نقطه واحده اذا كسب ليفربول المباراه الاقل ليه مع ارسنال. هي الصراحه يعني الماتش ده كمان صعب جدا على ليفربول، لكن هي هتبقى 50-50 لحد النهايه على الورق. لمانشستر سيتي هو الاقرب لانه هيلعب مع ليفربول على ملعبه، الماتش ده ممكن يكون حاسم بنسبه كبيره جدا في الدوري، لكن على الورق ومانشستر سيتي. بشكرك جدا يا عمرو، شرفتني ونورتني في نهارك ابيض. شكرا يا حميد، مبسوط اني معاك. دي كانت اخر فقرات برنامجنا نهارك ابيض، ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده بكره نهارك ابيض. خليكم معانا دايما، وبنستمتع بمتابعه مشاهدينا على قناه الزمالك. دمتم في امان الله.